الصلاة على حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. رحل أمير الكويت فبكاه شعبه وحزن الكثيرون في المنطقة لفقده. الله أكبر. قد يتساءل البعض، أليس ذلك غريبا في ظل الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في المنطقة؟ والجواب يكمن في أن الشيخ صباح الأحمر الجابر الصباح لم يحكم شعب الكويت بالحديد والنار. أنتم أهلنا، يعني سواء كنتم من فئة شيعة أو فئة سنة، ما نعرف نحن الشيعة والسنة، نعرف أهلنا أهل الكويت. لم تمتلئ سجونه بالأطفال والنساء على خلفية سياسية. لم يهرول الراحل الصباح نحو التطبيع مع دولة الاحتلال كما فعل طاغية البحرين تقربا لأسياده. لم يثبت على كرسي رئاسة الوزراء أحد طوال سنوات حكمه، على العكس من البحرين التي يحكمها رئيس وزراء أوحد منذ الاستقلال وحتى اليوم. أي شيء هالقوانين ما حد يطبقها عليكم، أنت علاقتنا وياكم واللي يطبق عليكم ويطبق علينا حنا. لم يهدم المساجد بل ذرف دموعه حزنا بعد أن طالتها يد الإرهاب. لتعزيتنا في وفاة أبنائنا وإخواننا، ليه نستنكر أني أروح إلى المسجد الصادق؟ من أنتم؟ أنتم أهلنا. لم يستضعف طائفة ويعذب أبنائهم ويستحي نساءهم أو يتعامل معهم على أساس طائفي. لكل ذلك نعاه شعبه، ولم يحرق صوره ولم يضعها تحت الأقدام كما يفعل شعب البحرين بحاكمه.